بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن شفنا سيطره واستحواذ وتقريبا النادي الاهلي متسيد الشوط الاول، ولكن النتيجه غير منطقيه. يعني الحمد لله النتيجه 1-1، مباراه مفتوحه من جانبين الحقيقه. اي نعم، الاهلي هو المسيطر وكل حاجه، وبنوصل كتير. فرقت معاك كره قفشه في اول مباراه كتير جدا، انك انت تبقى في اول 7 دقائق متحفز، عندك سبق في التهديف بالاداء اللي انت شايفه ده، بفتح الاجنبي السهل جدا من ناحيه فريق سموحه. انت بتقدر تروح على المرمى في اي وقت انت عايزه، اذا كان عن طريق باص او عن طريق الاطراف او في اي حاجه. كل اللي كان مطلوب منك انك انت ما تبقاش بتبحث عن التعادل، لا، انت كنت بتبحث عن الهدف الثاني. ففرقت معاك كره قفشه، لعيبه ما زالت في وسط الملعب عندها برضو الثقه، عندها التفكير شويه. انا برضو انا يعني شايف فرقه سموحه مدياك فرصه كبيره قوي انك انت تقدر تبقى عند الجون كل كوره. صحيح. مش هقولك كل 5 دقائق، لا، كل كوره، كل هجمه تقدر. فانا اعتقد انا بفكر كده مع نفسي، لو حصل تغيير مثلا، اكرم توفيق خرج ونزل حسين الشحات رجع لورا وينزل كهربا مثلا، او اي حد من المهاجمين بتوعنا اللي بيلعبوا على الاطراف وبيخشوا جنب محمد شريف، هنزود الناس اللي هي تبقى موجوده في منطقه الجزاء. وده شكل مش هيعير اي يعني مش هيغير اي حاجه، لان اللعيبه دي كلها متعوده على نفس التدوير ده. ولو جرى اي حاجه ايمن، احنا بنرجع للحاجات دي، بنستغل الحاجات دي، وحصلت قبل كده. كابتن عادل، تقييم سريع للشوط الاول. يعني النادي الاهلي اضاع فرص كتير قوي، ودي مشكله عاوزين وصل كتير للجول. يعني اضاع فرص كتير قوي. يعني انت لو كنت جبت فرصه ولا 2 ولا 3 كمان من الفرص اللي ضاعت دي، كان فرقه سموحه لعبت بالبلان الثاني، وكان ممكن يبقى الماتش يبقى مفتوح ليك اكتر من كده. لكن افتكر ان حته تضييع الاهداف دي يعني ظاهره غير صحيه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي في الفتره دي، لانك انت محتاج، يمكن من افضل الحاجات اللي حصلت في ماتش الزمالك انك انت من اول فرصه احرزت، والفرصه اللي بعدها احرزت هدف. فالمشكله دلوقتي في تضييع الاهداف النادي الاهلي. ممكن الشوط الثاني، يعني مش عاوز يقول ان احنا نندم عليها، ان شاء الله لا، احنا نجيب اهداف اخرى وهنكسب المباراه ان شاء الله. لكن بقول لك انت لو الفرصه الاولانيه والثانيه والثالثه احرزتها، اي فرقه هتلعب بشكل اخر، هتفتح لك الملعب وتشتغل معاك الشغل العادي. لكن هتبص تلاقي في دفاع منطقه من سموحه، والنادي الاهلي لازم يضغط ويضغط، ولكن اول دقائق لازم يحرز اهداف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، يمكن اداء النادي الاهلي الشوط الاول يعتبر امتداد لماتش الزمالك، ولكن البدايه في التهديف كانت من سموحه. يعني الاهلي يتباغت بهدف طبعا عكس سير اللقاء تماما. يعني صحيح. انت في الاول عندك فرصتين، فرصه محققه من بتاعه مجدي قفشه، كان طبيعي ان هي تسجل هدف زي ما قال الكابتن عادل. مشكله النادي الاهلي استغلال الفرص، يعني الفرق الكبيره وخاصه لما تكون انت داخل على مباريات يعني متواليه ورا بعضها، طبيعي لازم تخلص المباريات بدري. صحيح. ما تستناش انك تخش عشان تبذل مجهود ثاني الشوط الثاني، مجهود اكتر عشان تكسب ال3 نقاط، لابد انك تقتل المباراه. انا بشوف النهارده النادي الاهلي بعد ما سجل هدف كان لازم يتعامل على في المباراه كانه ماتش بوكس، لازم تخلص على الخصم اللي قدامك، وتيحت لك اكتر من فرصه للتسجيل، لازم تسجل. طاهر محمد طاهر، انا بتمنى ان هو ريسكي اكتر من كده شويه، يلعب على الجول اكتر، يلعب لنفسه شويه. في جزء مهم جدا من اللعيبه الهجوميه، من افكارهم، لازم يتحول لشيء من الانانيه شويه يا كابتن، لازم تبقى اناني شويه عشان تقدر تسجل اهداف. انت لو ما بقتش اناني مش هتقدر تسجل اهداف لانك مش هتلعب على الجول. كل هو بيلعب مع زمايله بشكل كويس، بيلعب بيباصي السهل اللي قدامه، بيحاول ما يغلطش. لكن الاهم من كده، وانا راس حربه او انا بلعب في اللاين بتاع الفورورد، لازم العب على الجول اكتر من كده بكتير. حسين الشحات سجل هدف رائع جدا، مطالب الاهلي الشوط الثاني انه الباكين كمان يتحرروا اكتر من كده، سواء اذا كان اكرم توفيق لو كمل الشوط الثاني مع ايمن اشرف، لان انت قدام فرقه مهزوزه دفاعيا. لازم تقتل المباراه الشوط الثاني، مضطر انك تنزل ضاغط من بدايه الشوط الثاني اكتر من كده، وتستغل الفرص اكتر بشكل اكبر من كده، التصويب على المرمى لازم يكون اكتر من كده عشان تقدر تسجل الشوط الثاني بدري، عشان تقدر تستريح، عشان كمان مستر موسيماني يقدر يعمل تغييرات. صحيح. بدري شويه. صحيح. كابتن عادل، اداء النادي الاهلي الشوط الاولاني، وايه الاوراق اللي ممكن يستغلها مستر موسيماني الشوط الثاني؟ اداء جيد، ولكن برضو لازم ناخد بالنا جدا من الهجمات المرتده لفرقه سموحه. ان فرقه سموحه بتطبقها كويس، فرقه سموحه بتلعب جيم يعني بالنسبه لي غريب شويه مع النادي الاهلي، بيلعبوا جيم مفتوح، بيلعبوا في 60 متر، وده مدي مساحه كتير جدا في نص الملعب. صحيح. واحنا عندنا مشكله في نص الملعب، عندنا بطء في خروج الكوره من نص الملعب للاطراف او لعيبه نص الملعب الزياده.
طول الوقت بندور الكوره في لعيب زياده في نص الملعب، بس احنا مش شايفينه. يعني احنا خلقنا فرص في الشوط الاول، في الشوط الاول ممكن تلاقي 8 او 9 فرص، لو انت باصص كويس ومحضر كويس في نص الملعب الفرص دي هتتضاعف وهتبقى فيها سهوله شويه، لان انت بقى عندك لعيب حر في نص الملعب. وجود السولية وديانج محرر شويه، ايمن واكرم، ولكن ممكن يبقى التحرر ده ازيد كمان شويه. انا عندي شايف ان لو المباراه بتمشي بالشكل ده، لو في تغييره ممكن وجود قفشه في الاثنين نص ملعب ووجود وليد سليمان في الملعب، الكره هتطلع اسرع من لعيبه نص ملعب الارتكاز للاعيبه للخط لللاين اللي قدامهم. الباصات البينيه اللي بين الخطوط قليله، هو احنا وصلنا بس الباصات قليله، فيها حاجه في لعيبه مش متشافه كويس. يعني وليد سليمان ينزل، أنا مش شايف مش ناصر ماهر. لا انا شايف وليد لو المباراه مشيت بالشكل ده، مش التعادل 1-1، انا شايف ان ممكن يبقى خروج للسولية وقفش يلعب 8 وليد سليمان يبقى موجود. اعتقد هيبقى فيه فرص اكتر لان الكره هتطلع سليمه اكتر من قفش. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.